أنا أحيل المايكروفون لأخي شجاع علي. شكرا مطلق بن علي العنزي. بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أسعد الله مساكم وجميع أوقاتكم بكل خير. من هنا من على أرضية ميدان الشهيد في دولة الكويت، متابعينا مشاهدينا، تتواصل التحديات والانطلاقات مع انطلاقة شوطنا السابع للقعدان الثنايا لإجني أصحاب السمو الشيوخ والسعادة الكرام في بطولة الكويت الدولية السنوية 22 التي تقام تحت رعاية سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر. الصباح متابعينا في كل مكان، أتقدم مباشرة مع المركز الأول هنا متوكل بشعار هجن الشحانية وبقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يقدم لنا متوكل مع المركز الأول. المركز الثاني مهول بشعار هجن الشحانية وأيضا بقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يتواصل مع انطلاقة مهول على المركز الثاني. المركز الثالث الربان ايضا بشعار هجن الشحانية وبقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يقدم لنا انطلاقتي متوكل واندفاعتي مهول وتقدم الربان مع المراكز الثلاثة بهذا الحضور الكبير من شعار هجن الشحانية الحاضر بهذا المساء بكل قوة. من ينطلق هنا شعار الهابة صاحبة الشوط الماضي، يتقدم هذا الشعار من أجل الانتصار في هذا الشوط. المركز الرابع الوصول والتقدم من المركز الرابع في هذه اللحظات، من يتقدم على رابع الأسماء ورابع الانطلاقات. هنا الوصول والقدوم من قابس، قابس مع المركز الرابع هجن الشحانية وأيضا الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يتواصل مع قابس. أيضا التدخل من المركز الخامس من غير مع المركز الرابع، الوصول من ملبي هجن الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يقدم لنا ملبي على المركز الخامس. في هذه اللحظات المركز السادس يصل هنا مرتاح بشعار هجن الشحانية وبقيادة المشاغب محمد بن خالد العطية، من يتواصل مع المركز السادس وأيضا المركز السابع الوصول مشعار هجر الشحانية مع برزان بمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. والمركز الثامن يصل هنا عجب عجب مع المركز الثامن هجن الشحانية وبمتابعة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. على ثامن الأسماء المركز التاسع الوصول من شاهين بشعار هجن الرئاسة بقيادة هنا سعيد بن مظفر بن خموشة العامري، من يقدم لنا شاهين بشعار هجن الرئاسة الحاضر مع تقدم وانطلاقة شاهين. العودة مباشرة إلى المركز الأول إلى صدارة هذا الشوط، من ينطلق ويتقدم مع المركز الأول متوكل بشعار هجن الشحانية وبقيادة الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يتواصل مقدما لنا متوكل على أول الأسماء الصامل. الصامل من يتقدم هنا باحثا عن الناموس وعن الانتصار في هذا المساء وفي هذا الشوط. المركز الثاني يصل هنا مهول بشعار هجر الشحانية وفاران بن محمد بن قريع، أيضا الصامل يتواصل مع مهول على مركز الوصافة. المركز الثالث الربان هجن الشحانية وأيضا الصامل فاران بن محمد بن قريع، يتواصل بتحديات هنا وانطلاقات الربان على المركز الثالث. المركز الرابع الوصول من قابس هجن الشحانية، الصامل فاران بن محمد بن قريع، من يتواصل مع قابس على المركز الرابع. والمركز الخامس في هذه اللحظات برزان.
هجنوا الشحانية والبرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يقدم لنا برزان على المركز الخامس. وأيضا شعارات هجر الشحانية وشعار هجر الرئاسة حاضرا من أجل الناموس ومن أجل الانتصار في هذا الشوط. ولكن أعود إلى صدارة هذا الشوط، أعود إلى المركز الأول هنالك مع متوكل مع المركز الأول هجر الشحانية الصامل فاران بن محمد بن قريع من يقدم لنا متوكل باندفاعة متوكل على المركز الأول. المركز الثاني الوصول والقدوم من قبل مهول هجن الشحانية وأيضا الصامل فاران بن محمد بن قريع من يتواصل مع مهول على المركز الثاني. المركز الثالث الوصول من الربان هجن الشحانية وفاران بن محمد بن قريع من ينطلق على المركز الثالث. المركز الرابع قابس هجن الشحانية الصامل فاران بن محمد بن قريع. والمركز الخامس في هذه اللحظات برزان هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن عقيل من يتواصل مع برزان على المركز الخامس. وأيضا الوصول والقدوم من قبل ملبي بشعار هجر الشحانية وبمتابعة المشاغب محمد بن خالد العطية يقدم لنا ملبي والوصول بهذه اللحظات من عجب بشعار هجر الشحانية وبقيادة البرنس جار الله بن محمد بن عقيل. وأيضا المركز الثامن بهذه اللحظات هنا مرتاح هجر الشحانية ومحمد بن خالد العطية. والمركز التاسع هنا شاهين هجن الرئاسة وسعيد بن مظفر بن خموش العامري. ولكن العودة الى متوكل مع المركز الاول هجن الشحانية والصامل فاران بن محمد بن قريع مقدم لنا متوكل واندفاعة متوكل على المركز الاول. ولكن الوصول من المركز الثاني يصل هنا مهول ايضا بشعار هجر الشحانية والتقدم من الربان بشعار هجر الشحانية والوصول من قابس بشعار هجر الشحانية بمتابعة نفس المضمر الصامل فاران بن محمد بن قريع من يقدم لنا هذه الأسماء الكبيرة بهذا الشعار الكبير شعار هجر الشحانية الحاضر مع المراكز الأربعة هنا بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع. ولكن الوصول من شعار هجن الرئاسة حاضرة مع شاهين هجن الرئاسة وسعيد بن مظفر بن خموش العامري يقدم لنا شاهين مع المركز الثاني باندفاعة شاهين على المركز الخامس بهذا الحضور من شعار هجن الرئاسة من يتدخل هنا في هذه اللحظات ويغير الى خامس الاسماء. ولكن العودة الى متوكل مع المركز الاول هجن الشحانية فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا متوكل مع المركز الاول. المركز الثاني الوصول والقدوم من مهول بشعار هجر الشحانية بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع من يتواصل مع مهول من غير بدوره الى المركز الاول الربان مع المركز الثاني هجر الشحانية صامل فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث الوصول من متوكل هجن الشحانية. والمركز الرابع قابس هجن الشحانية. والمركز الخامس شاهين هجن الرئاسة وصلت بهذه اللحظات غيرت مع المركز الرابع هذا شعار هجن الرئاسة حاضرا مع شاهين بمتابعة بن خموشة بمتابعة سعيد بن مظفر بن خموشة العامري من يقدم لنا شاهين مع المركز الرابع. المركز الخامس قابس مع المركز الخامس هجن الشحانية الصامل فاران بن محمد بن قريع يقدم لنا قابس. ولكن أعود إلى الربان أعود إلى
شعار هجنوا الشحانية، هجنوا الشحانية مع المركز الأول والثاني بمتابعة الصامل فاران بن محمد بن قريع. هنا شاهين مع المركز الثالث، هجنوا الرئاسة، سعيد بن مظفر بن خموش العامري يقدم لنا شاهين مع المركز الثالث. المركز الرابع قابس، قابس مع المركز الرابع، هجنوا الشحانية وفاران بن محمد بن قريع. والمركز الخامس متوكل، هجنوا الشحانية وأيضا الصامل فاران بن محمد بن قريع. يبدو لي هذا شوط شحاني، هذا شوط شحاني، ولكن شاهين مع المركز الثاني. هجنوا الرئاسة، هجنوا الرئاسة حاضرة، حاضرة مع شاهين على المركز الثاني. شاهين والربان، الربان وشاهين، هجنوا الرئاسة، هجنوا الرئاسة وهجنوا الشحانية، هجنوا الشحانية وهجنوا الرئاسة. يا سلام الله، وصل في هذه اللحظات مهول، مهول وشاهين. هجنوا الرئاسة وهجنوا العاصفة، هجنوا الرئاسة وهجنوا الشحانية، هجنوا الشحانية وهجنوا الرئاسة. مهول شاهين، شاهين مهول، مهول وشاهين، ولكن هجنوا الرئاسة، هجنوا الرئاسة، هجنوا الرئاسة مع الفوز، مع الانتصار. هنا تنطلق بالناموس مع اندفاعة شاهين، 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 هجنوا الرئاسة. سعيد بن مظفر بن خموشة العامري سلام، الى هجنوا الرئاسة سلام، تهانينا والناموس. المركز الثاني مهول هجنوا الشحانية، المركز الثالث الربان هجنوا الشحانية، المركز الرابع كان الوصول من قبل قابس هجنوا الشحانية، والمركز الخامس، المركز الخامس كان برزان هجنوا الشحانية. تهانينا والناموس متابعينا مشاهدينا الكرام الى هجن الرئاسة على انتزاع شاهين لناموس هذا الشوط بقيادة سعيد بن مظفر بن خموش العامري، من قدم لنا شاهين بهذا الاداء الكبير، بهذا الاداء المميز بشعار هجن الرئاسة، الشعار الكبير. من يحضر هنا مع تحديات شاهين، التوقيت الزمني، توقيت شاهين بشعار هجر الرئاسة 12 دقيقة 49 ثانية 79 جزء من الثانية. تهانينا والناموس الى هجن الرئاسة والى سعيد بن مظفر بن خموش العامري. المركز الثاني مهول هجر الشحانية 12 دقيقة 50 ثانية 19 جزءا من الثانية. الصامل فاران بن محمد بن قريع. المركز الثالث الربان هجر الشحانية وايضا الصامل فاران بن محمد بن قريع. التوقيت الزمني 12 دقيقة 53 ثانية 15 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. تتواصل تحديات هذا المساء، ينطلق شوطنا التاسع او الثامن، والزميل الوليد الغامدي. وعلى بركة من الله سبحانه وتعالى.